ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور ليوم الاثنين 12 ديسمبر كانون الاول 2022. انت في دورة انعكاسية يا ثور، من المحتمل انك هتقوم بشوية اكتشافات تعتبر مفيدة خاصة في الاسابيع اللي جاية لك. هيساعدك النهاردة تأثير الشمس وزحل علشان تشوف قيمة اكبر وتحضر ليها وتبصر ليها. هيتم تحفيز كل طموحاتك بشكل ما بطريقة ممتعة ومحفزة ليك. كل ده هيدفعك علشان تركز اكتر على كل التفاصيل اللي بتعتبر عملية اللي هتحتاج منك انك تهتم بيها اكتر. ممكن يكون في توافق حلو جدا مع رئيس ليك في الشغل او حد من الاشخاص اللي بيعتبروا بمقام والديك. السلطة النهاردة تعتبر موضع تركيز مهم ليك، ده كله هيجيب ليك مكافآت كتيرة. هتبدي تفكر في المدى الطويل بدل من انك تسعى دايما علشان تشبع نفسك فوري. النهاردة هيكون عندك تركيز على المدى الطويل، هيبقى تركيز سعيد على مهمة خاصة. هتكون في وضع رائع تأمن بيه تنظم بيه منطقة معينة في حياتك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، الشمس بتدعمنا بشكل كبير، هتدعم نفسنا علشان نحقق كتير من الأغراض العملية اللي بتبقى في حياتنا. الوقت النهاردة مناسب علشان نزيد من الوعي الذاتي اللي عندنا، هيأدي كل ده لخطط كتيرة وأهداف واقعية هيبقى ليها تأثير حلو جدا قدامنا على الأرض. هنولي كل أولوياتنا اهتمام إضافي علشان نبذل قصاري جهدنا لنوصل لهدفنا. هنبقى بنفضل كل التحركات المتحفظة والأمنة. البطء النهاردة والثبات بيناسبنا بشكل كبير، هنبتدي نشعر بأننا متأصلين مستقرين، من السهل أننا نلتزم بمهمة معينة هنحرز من خلالها تقدم كبير. نظرا للجانب العملي وقيود الوقت اللي فيه، الطاقة هتخلينا نعرف نخطط بشكل كويس. هتدينا الشمس النهاردة وزحل احساس حلو بالايقاع، وهيساعدنا علشان ندي ايقاع لنفسنا. الوقت النهاردة حلو علشان نتواضع اكتر ونصلح من نفسنا بنصائح حكيمة.